جمعية كازا شباب. اليوم 14 ابريل 2022 فكرت الجمعية ديالنا كيف ما كل عام انها توزع اكثر من 200 افطار على فائدة عابر السبيل والمساكين. ففكرنا في هذا النشاط كيف العادة، وكل عام كنديروا هذا النشاط هذا ديال توزيع الافطار. الحمد لله كانوا لي كوتيزاسيون عند لي مومبر ديال لاسوسياسيون اللي استطعنا اننا نجمعوا واحد الباك في واحد الظرف اللي قياسي، اللي كنشكرهم من هذا المنبر. وكنشكروا ايضا المحسنين اللي كيعاونونا في كاع الانشطه ديالنا وكيثيقوا فينا، كنبغيو نوجهوا لهم الشكر من هذا المنبر حتى هما، والله يجعلها في ميزان الحسنات ديالنا. السلام عليكم، معكم الطيبي امين جمعيه كازا شباب. اليوم ان شاء الله عندنا حد نشاط اجتماعي اللي هو ان شاء الله افطار عابر السبيل، غيكون ان شاء الله ازيد من 200 مستفيد. هذه العمليه اللي هي الخامسه على التوالي في اطار رمضانيه جمعيه كازا شباب. مجموعه من الانشطه اللي غنقوموا بها ان شاء الله في رمضان هذه السنه، بدايه بهذا النشاط اللي هو افطار عابر السبيل. ان شاء الله قافله تضامنيه للازرو، دار الاطفال ازرو، الاطفال المتخنى عنهم. ان شاء الله العيد في دار المسنين عين الشوق، وان شاء الله بحول الله ما بعد رمضان عندنا ان شاء الله عمليه ديال حفر بئر باقليم الحوز، وان شاء الله باستمرار عمليه يدي في يدك عندنا قافله تضامنيه بدمنات باقليم فطواكه. كنشكر الناس المحسنين على الدعم ديالهم جمعيه كازا شباب اللي هما راس المال الحقيقي ديال الجمعيه. هذا النشاط هذا استكمال النسخ السابقه من عمليه افطار السبيل. فكنشوفوا العديد من الناس اللي ربما الظروف العمل ديالها او الناس اللي اضطرت الحاجه انها كتفطر في الزنقه او ما عندهاش مأوى، فهاد افطار سبيل ان شاء الله غتكون في مختلف مناطق ومختلف شوارع مدينه الدار البيضاء. نتمنى ان شاء الله تمر العمليه في امان الله. السلام عليكم، معك احسان بويفا، طالبه في 4 اني اون جيني سيفيل، عضوا في جمعيه كازا شباب. اليوم كننظموا واحد العمل خيري اللي هو افطار صائم عابر سبيل. جمعنا مجموعه ديال الشباب وحاولنا اننا نديروا هذا النشاط اللي هو عباره على تقريبا 200 فطور لعابر سبيل. وصراحه في الوقيته ديال الفطور فاش كتخرج للزنقه كتشوف بزاف ديال الناس غير جالسين ما عندهم ما ياكلوا، وهذه اول حاجه باش كتجيك هذه الفكره ديال انك تعاونوا تقدر توكلوا تعطي شي حاجه، باش انه وسبتو في رمضان كيكون بزاف الناس ما عندهم ما ياكلوا. لهذا كنحاولوا اننا نكونوا قدوه للشباب ونحاولوا اننا نوقدوا ذاك الجانب الانساني في الناس. اشتركوا الآن في قناة أشواق تي في.
وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.